طيب الجزء الاخير وهو متعلق بقى بانجاز رائع، اللاعبه المصريه لاعبه النادي الاهلي جيانا فاروق النهارده وصلت الى مصر في مطار القاهره بعد الحصول على برونزيه الكاراتيه في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. النهارده كان استقبال حافل لجيانا فاروق، كان في استقبالها طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي تم تفويضه من قبل مجلس الاداره برئاسه الكابتن خطيب لحضور مراسم الاستقبال. شفنا النهارده طبعا صباح اليوم على شاشه قناه الاهلي هذا الاستقبال الحافل، واتوبيس مكشوف طبعا كان في جوله في شوارع القاهره، وكان حصرين على شاشه قناه الاهلي كل هذه التفاصيل لابنه النادي الاهلي وبنت مصر في هذا الحدث وحققت برونزيه وكانت تستحق الذهبيه لولا طبعا القرار التحكيمي من الحكم المغربي، وباذن الله كمان هيكون في تكريم ليها من مجلس الاداره خلال الساعات اللي جايه. نشوف لحظات من استقبال النجمه المصريه ونجمه الاهلي جيانا فاروق واستقبال حافل ليها، ونتمنى لها التوفيق باذن الله الفتره اللي جايه، ودايما رافع علم مصر واسم النادي الاهلي. نشوف هذا الاستقبال ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض بقى ونشوف استعداد الاهلي لمباراه الاسماعيلي. والله انا مبسوطه جدا، ما كنتش متخيله اني اجي الاقي الناس دي كلها واقفه عشان تستقبلني، وكل اللي عايزه اقوله ان لو كان ربنا كرمني ميداليه فهو عشان كل الناس اللي واقفه جنبي، كل الناس اللي دعت لي، وانا بشكر كل الناس وبشكر مجهودكم ان انتوا جيتوا لحد هنا في السباق. انا طبعا كان حلم عمري ان الكاراتيه اصلا يبقى لعبه اولمبيه ويخش اولمبياد، كان نفسي طول عمري ان انا اقدر ان انا احقق ميداليه اولمبيه، فالحمد لله ان ربنا كرمني بيها الحمد لله. حابه طبعا ان انا اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لينا وعلى دعم الرياضيين وعلى دعمه للشباب بصفه عامه، يعني هو دايما بيحرص على ان الشباب يبقوا موجودين في اي حاجه هو بيقوم باعدادها او بحضورها، فطبعا حابه ان انا اشكره وبهديله الميداليه دي وبهديها ل 100 مليون مصري. الف شكر للنادي الاهلي على كل حاجه.